الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نرفع آيات التبريكات إلى أبنائنا الطلبة بمناسبة تخرجهم من الكلية أو حصولهم على الدبلوم المهني، ونتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح في قادم المراحل من حياتهم. طبعا أبارك لأبنائنا وبناتنا الخريجين في الكلية المهنية بصلالة، تخرجهم لهذا اليوم البهيج في 3 تخصصات رئيسية: هندسة الطاقة، وأيضا هندسة الإلكترونيات، وتخصص البيع والتسويق. نبارك لهم ونبارك أيضا لذويهم، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في حياتهم العملية والعلمية في المستقبل بإذن الله تعالى.